وللمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عبد الكريم الطحاوي عميد معهد الدراسات الآسيوية الأسبق. دكتور، يعني بعد التحية، كيف تقرأ أهمية هذه الزيارة والجولة الخليجية التي يقوم بها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ في الحقيقة أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخل وتأتي في فترة مهمة جدا في الفترة الحالية، لأن العالم العربي كله يمر في أشياء كثيرة، وهناك الكثير من التجاذبات والتحول. لكن في اعتقادي أن زيارة الرئيس والعلاقات المصرية العمانية تشهد فترة من أذهى فتراتها، حيث أن الرئيس حرص ومنذ ثورة 30 يونيو وهو يحرص كل الحرص على العلاقات العربية، وبالتالي نجحت السياسة الخارجية المصرية رئاسة الرئيس في جعل العلاقات العربية المصرية من أزهى العلاقات، والعلاقات العمانية تشهد تطور كبير. ونحن نعلم جيدا أن سلطنة عمان من الدول المعتدلة سياسيا، من الدول التي تحرص كل الحرص على مصر، وبالتالي هذه الزيارة تكمن في كونها تأتي في فترة مهمة. ونحن نعلم جيدا أننا مقبلين على القمة العربية الأمريكية، أيضا هناك أشياء خاصة بالعلاقات الثنائية ما بين مصر وما بين عمان، كل هذه الأشياء بتصب في مصلحة العلاقات المصرية العمانية. صحيح. وتعمل على أن الرئيس حريص كل الحرص على أن تكون هذه العلاقات بمنأى بعيد عن أي تجاذبات أخرى، وبمنأى أيضا لأن تكون هناك نوع من أنواع الشد والجذب، لكن الرئيس يحرص كل الحرص على أن هناك نوع من أنواع التعاون المشترك المثمر. هذا التعاون برأيك دكتور عبد الكريم، نجعل موقف عربي موحد. برأيك يا دكتور عبد الكريم، ما هي أبرز برأيك دكتور عبد الحكيم ما هي أبرز القضايا والموضوعات التي سوف تطرح للنقاش ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلطان عمان؟ أهم القضايا التي تطرح، إذا كنا نحن هنستثني العلاقات الثنائية، فهناك علاقات أخرى ما بين مصر وما بين عمان. ترتيب البيت العربي، نحن أمام موقف صعب، العالم العربي أمام أشياء مهمة، أمام قمة أمريكية عربية، عايزين نقول لأمريكا إحنا هو العرب اللي الرئيس السيسي الحقيقة في هذا المجال فتح أبواب كثيرة، وبدأ يعمل على أساس إنه يعمل نوع من التوحد العربي، الموقف العربي المتحد لمواجهة التطلعات المنطقة. صحيح. الرئيس يعلم جيدا أنه حول العالم العربي كثير من من المخدرات الأخرى، وكثير من هناك تركيا بما تعمل، وهناك إيران بما تعمل، وهناك أشياء كثيرة خاصة بالعالم العربي، وبالتالي فهو يحرص كل الحرص على إيجاد نوع من أنواع التوافق في المواقف العربية، وإيجاد نوع أيضا من التنسيق العربي المشترك حتى يخرج نوع من أنواع الود الذي يجمع العرب ويعود إلى العالم العربي مرة أخرى، ويعمل على أن العالم العربي يعود مرة أخرى على أن يكون هناك موقف عربي مشترك. هذا الشيء يحرص عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال زيارته لعمان، بالإضافة أنه يعلم جيدا أن عمان مفتاح الخليج. صحيح. وبالتالي عمان حريص كل الحرص الأخرى أيضا على الاستفادة بالتجارب المصرية، استفادة بفترة التنمية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر. صحيح. تعمل أيضا إذن هي علاقات متميزة على كافة الأصعدة ما بين القاهرة ومسقط. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عبد الحكيم الطحاوي عميد معهد الدراسات الآسيوية الأسبق، كنت معنا هاتفيا.